بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا, قناة بانوراما للأعمال الخشبية. ياريت يا جماعة اللي لسه ما اشتركش يشترك, يشرفنا بالاشتراك, وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. ما تنسوش يا جماعة الناس اللي بتعلق وتنسى تعمل لايك للفيديو, ما ياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل للمشتركين اللي معنا. ان شاء الله معنا في المقطع اللي معنا ده غرفة نوم اطفال بشكل جديد خالص غير اللي تعودنا عليه. غرفة نوم طبعا مدهونة ديكو ابيض في ازرق, طبعا هي بتسمى الدمعة او الرموش, يعني شبيهة برمش العين كده يعني, طبعا بسيطة جدا وقريئة. ده شكل السرير قدام حضراتكم. كومودينو برضو شكله بسيط برجلين, ده ارفف اللي فوق دي ارفف, فبرضه طبعا ممكن نحط عليها انتكات او اي شيء مثلا مناسب للاطفال تدي شكل جميل جدا طبعا بعد ما تحط عليها الانتكات. ده منظر الدولاب. طبعا هي الغرفه بس ضيقه شويه, طبعا معظم المباني بتبقى ضيقه, مش عارفين نصور المكان بيبقى ضيق, مش عارفين نصور, فهي دي بس المشكله اللي بتقابلنا. ده منظر السرير من على بعيد, ان شاء الله هنحاول نجيب لكم السرير, هنلف ونجيب لكم السرير من الجنب التاني. طبعا الملة برضو 10 ألواح عشان تتحمل. طبعا الدهان اللي قدام حضراتكم ده دوكو, يعني ده دوكو مش لكي, يعني لا الوانه بتغير ولا اي شيء. ده شكله كومودينو هوت, طبعا منظره جميل جدا ابيض في ازرق. زي ما بقول لحضراتكم الدوكو الوانه ما بتغيرش, يعني اللون الابيض ده هيفضل ابيض زي ما هو, الازرق برضو او السموي يفضل زي ما هو, الارفف برضه هي ابيض ما لونه ما اتغيرش, الديوكو ما بيغيرش. لكن عكس اللاكي مثلا ممكن سنتين ثلاثه بيبدا الوانه تقلب وتغير. طبعا ده منظر الدولاب اهون, في طبعا مرايه في النص لان المكان ضيق مش واخد التسريحه, فعملنا مرايه في الدولاب عشان تعادل او يعني بديل للتسريحه. برضه للاسف المكان ضيق برضه, بنحاول نجيب الدولاب صوره كامله بس مش عارفين. بس يعني هو منظر الدولاب باين اهو قدام حضراتكم, بسيط جدا وسيمبل. برضو منظر المرايه في النص برضو مديه منظر, غير ان هي بتستخدم كمرآه بس هي كمان مديه منظر. يعني طبعا العجل قدام حضراتكم اهوت, العجل تركي حركته سهله جدا, ما فيش اي صوت, ما فيش اي احتكاك, ضلفه خفيفه جدا زي ما حضراتكم شايفين. المقابض برضو نيكل, والنيكل لامع يعني سهل المسح قدام حضراتكم اهين. وفي النهاية يعني ادعمونا بلايك وما تنسوش تعملوا لايك.